أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدور الريادي لمنظمة الأمم المتحدة في تعزيز العمل الإنمائي على المستويين الإقليمي والدولي وترسيخ التعاون متعدد الأطراف والتضامن ومساعدة الدول النامية والأقل نموا للتصدي بقوة للتحديات الإنمائية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي التي ألقتها نيابة عنه وزيرة التعاون الدولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بالعاصمة القطرية الدوحة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن أفريقيا تستضيف 71% من الدول الأقل نمواً، تواجه العديد من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي، داعياً إلى إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية والأدوات المستخدمة في تنفيذها والبناء على الابتكار والحلول المتكاملة والأكثر استدامة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحجة. من جانبها أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحجة هم مرضى الفشل الكلوي والتليف الرئوي وحالات السمنة المفرطة المرضية والحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عدداً من أبطال قادرون باختلاف من محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد ودمياط بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ودور الرعاية، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة وواجبها الوطنية تجاه أبناء الشعب المصري من الأبطال القادرون باختلاف. ونقل قائد الجيش الثاني الميداني تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبطال قادرون باختلاف، مؤكداً حرص القوات المسلحة على التواصل معهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، بالإضافة إلى تقديم الموسيقى العسكرية عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية التي تفاعل معها الحاضرون وتنظيم عدد من الفقرات الفنية والألعاب الترفيهية التي ساهمت في رسم البهجة على وجوه الحاضرين. تنفيذا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، نظم حزب مستقبل وطن قوافل طبية في عدد من المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج للمرضى مجانا في جميع التخصصات. وضمت القوافل أفضل الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جميع المجالات الطبية. نظم حزب مستقبل وطن قوافل طبية في محافظات المنيا والسويس. يوم كويس خالص وحاجة كويسة وتحلى مصر، يعني أنا بياتنا نقول للرئيس مش هنوفيه بصراحة، وعمل حاجة حلوة خالص للبلد بخير إن شاء الله بإذن الله. ثم زي السيسي دواتي هتفضل دايما بخير، البلد دنا خيار تمام خرباص والله، في اهتمام كويس وناس محترمه يعني، ورب يصلح الحال كده ان شاء الله. والله نشكر سياده الرئيس على اهتمامه بالشعب كده، ورب يجعله دايما كده في تقدم. ربنا يبارك فيك ويحافظ عليك ويعندك في كل مكان خير يا رب. كل حاجه الحمد لله كويسه زي ما توقعنا منكم كل ما الحمد لله، ونفسنا كده اكتر من كده في القوافل ان شاء الله. انا بشكر سياده الرئيس وهو شرفنا في المنيا، ونفسي كده يزورنا تاني ان شاء الله. احلى يوم والله، احلى يوم، ربنا يخليكم ويعليكم يا رب. مصر تبقى بينا اعلى وتبقى عند ولادها اولى، وهو ده بقى معنى الوفا والانتماء. عظيم سلام لمصر وارضها، عظيم سلام للي بيحبها، عظيم سلام للي بيعيش لها بيتعب ويشقى وهمه مستقبل وطن.
النهاردة بنشارك مع حزب مستقبل وطن استمرارا لنهج العطاء ومبادرة احنا شركاء من اجل صحتك. النهاردة تخصص العظام وتخصص البطنة وامراض الكلى، بنوفر الأدوية المجانية كالمعتاد. الخدمات اللي بيقدمها حزب مستقبل وطن ان المريض بيجي يتلقى الخدمة الطبية بالمجان وبياخد دواء من هنا برضو بالمجان، والحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اي حاجة ما كانتش متوفرة معانا. خدمة هنا ممتازة واحنا جينا كشفنا وكشف ببلاش وعلاج ببلاش واخر راحة بيريحونا على الاخر وما فيش اي حد تعبنا، على طول دخلنا وخدمونا وخدموا العيال وخدموا كل المواطنين اللي دخلت. هم بعالجوا الغلابة ببلاش، سيقول الناس تشكر ربنا يصلح حاله ويصلح حاله وكريمه، بس ربنا يصلح حاله ويصلح حال الغلابة. احنا ما دفعناش حاجة، هو أخذنا علاج كشفنا وأخذنا علاج مجاني وكل حاجة مجاني.